السلام عليكم. إذن ديفلوبي ليزيكسبرسيون سويفونت، انشر التعابير الآتية. نذكركم بالقاعدة ديال اللي كنستعملو في النشر. إذن كتسمى التوزيعية، لا ديستريبيتيفيتي. إذن إلا كان عندي كا مضروبة في واحد أ زائد بي، إذن كا و أ و بي أعداد. إذن شنو غتساوي؟ كنضربو كا في أ وكنضربو ك في ب، ونفس العملية اللي كان عندنا ك في أ ناقص ب. إذن ك في أ ناقص ك في ب. إذن نبدأ بأول حالة. إذن أ إتيكال خمسة عامل ثلاثة إكس زائد جوج. إذن غادي نضربو خمسة في ثلاثة إكس، خمسة مضروبة في 3 إكس. نذكركم بأن 3 إكس راه هي في الأصل 3 مضروبة في إكس. إذن زائد 5 مضروبة في 2. إذن 5 في 3 في إكس، إذن هي 15 إكس زائد 10. إذن الحالة الثانية ب ناقص 3 عامل 2 إكس ناقص 5. إذا دائما العدد كنستعملو بالإشارة ديالو، ناقص 3 مضروبة في 2 إكس. إذا ناقص 3 في 2 إكس، إذا ناقص 3 في 2 إكس. ناقص 3 غادي نضربوها في ناقص 5، ماشي في 5 لأن العدد قلنا بالإشارة ديالو. إذا ناقص في الناقص زائد 3 في 5. إذا ناقص 3 في 2 في إكس هي ناقص 6 إكس زائد العدد 15. سي كتساوي لنا 5 إكس ناقص 3 إكس زائد 2. إذن 5 إكس مضروبة في ناقص 3 إكس، إذن ناقص 5 إكس في 3 إكس. 5 إكس مضروبة في 2، إذن 5 إكس مضروبة في العدد 2. إذن لاحظوا معايا هذا العدد، هذا عندنا ناقص 5 إكس في 3 إكس. إذن ناقص 5 إكس راه هي ناقص 5 في إكس في 3 في إكس زائد 5 في إكس في 2. كنعرفوا بأن الضرب تبادلي كوميوتاتيف، إذن كيمكن لي ندير ناقص 5 في 3 في إكس مضروبة في إكس زائد 5 مضروبة في 2 مضروبة في إكس. إذن ناقص 5 في 3 هي ناقص 15، و إكس في إكس هي إكس مربع. إذن ناقص 15 إكس مربع، وخمسة في جوج هي 10 إكس. طيب الحال ممكن إذا فهمت الفكرة مباشرة من هنا نكتب ناقص 15 إكس مربع، وهنا خمسة في جوج هي 10، 10 إكس. العدد دي ناقص 4 عامل 5 إكس ناقص 2. إذن ناقص 4 مضروبة في 5 إكس، ناقص 4 مضروبة في ناقص 2، ناقص ناقص زائد، إذن 4 في 2. ناقص 4 في 5 دونك هي ناقص 20 إكس زائد 8. دابا ندوزو للتمرين الثاني. إذن أ كتساوي لنا 3 عامل 2 إكس ناقص 4 زائد 5، 3 ناقص إكس. إذن لاحظوا معايا غادي ندير النشر في هاد التعبير هذا وفي هاد التعبير هذا. إذن نبداو
التعبير الأول. إذن 3 في 2 إكس، 3 في 2 إكس، 3 في ناقص 4، إذن هي ناقص 3 في 4، 5 في 3، 5 غادي نضربها في ناقص إكس، إذن هي ناقص 5 مضروبة في إكس. دابا غنحاولو نبسطو هاد التعبير هذا. إذا 3 في 2 هي 6 إكس، ناقص 3 في 4 12، إذا زائد كنديرو عملية الضرب هي الأولى، إذا زائد 15 ناقص 5 إكس. إذا هنا غادي نبسطو هاد الكتابة هذه، إذا 6 إكس، إذا غنجمعو الأعداد أولا لي الداغم اللي عندهم نفس الدرجة، إذا نجمعو لي زيكس مع لي زيكس، إذا 6 إكس ناقص 5 إكس ناقص 12 زائد 15، إذا 6 إكس ناقص 5 إكس كتساوينا إكس، وناقص 12 زائد 15 كتساوي العدد 3. ندوزو لآخر حالة، إذا بي كتساولنا جوج إكس عامل 5 زائد 3 إكس ناقص 4 عامل إكس زائد العدد 5. إذا غادي نديرو النشر، إذا جوج إكس مضروبة في 5، جوج إكس مضروبة في 5، جوج إكس مضروبة زائد 3 إكس، إذا هي زائد 2 إكس في 3 إكس. ننتبه نستعملو ناقص 4 ماشي 4، ناقص نستعمل العدد بالإشارة ديالو، إذا ناقص 4 مضروبة في إكس، إذا هي ناقص 4 مضروبة في إكس، ناقص 4 مضروبة في زائد 5، ناقص في زائد ناقص، إذا 4 في العدد 5. إذا جوج في إكس في 5، يعني هي جوج في 5 في إكس، إذا جوج في 5 10، إذا 10 إكس. جوج في 3 هي 6، و إكس في إكس هي إكس تساوي 2، إذا ناقص 4 إكس ناقص 20. إذا يمكن لي نجمع 10 إكس مع ناقص 4 إكس، إذا عندنا نكتبو 6 إكس هي الأولى، 10 إكس ناقص 4 إكس كتساوي لنا 6 إكس، إذا مباشرة نكتبو 6 إكس وكيبقى لي ناقص العدد 20.